البداية باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطوقة أحيي عائلة الشهيد وأعزيهم. هذا الشهيد الذي روى بدمه تراب هذه الأرض التي نعيش عليها. الشهداء هم قادتنا المعنويون الذين لولا دماؤهم وتضحياتهم ما عشنا على هذه الأرض. لقد حاصرنا بها فلول الدواعش ومرتزقتهم. أهل الشهيد، الشهداء هم منارة الحياة والحرية، فاختلطت دمائي لتروي هذه الأرض لننبت أزهار الحياة. هذا الإنسان الذي لم يبخل على أرضه وشعبه بأي شيء، لم يبخل على بدمه بألمه بجسده، لم يبخل. هذا الإنسان والذي توفي قبل شهرين أبى أن يكون إنسانا عاديا، أبى أن يكون شخصا لا يخدم حتى في وفاته. الحياة الحرة هي تم اعتراض الشهداء. الاسم الحركي أبو قولة، الاسم والكنية عبد الجليل هلال، اسم الأب عبد الفتاح، اسم الأم أميرة الهلال، محل الولادة الرقة، تاريخ الانضمام إلى الكفاح المسلح الثوري 5/2017، تاريخ ومكان الاستشهاد 5/4/2018.